رجعنا للفقرة الثانية، الفقرة التثقيفية التعليمية العملية المعملية، كل حاجة عايزين تقولوها على الفقرة دي. الفقرة دي أنا بترجعني لأيام الدراسة، عارف بابا. أنا على فكرة أنا كمان ضيفي وهو بيكلم بعض أكتب من وراه وباخد المعلومة دي أتذاكرها. خليني نرحب، بس قبل ما أرحب عايز بس أفكركم بالواتساب بتاع البرنامج 012-251-96-466. على فكرة أنا عايز مرة أعمل حلقة مخصوص عنه، عنده كمية مقدرة على الحفظ بسم الله ما شاء الله عليه، لدرجة ان انا عايز ابقى اساله هل في اغذية بتزود الذاكرة؟ بقول له ايه، تعالى نخش الفقرة على طول. نرحب بضيف ضيوفكم دكتور هاني فرج المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج. دكتور هاني صباح الفل عليك. صباح الخير عليك، وصباح الصحة والجمال، وصباح صحتك ثروتك. صباح صحتك ثروتك. دايما سؤال بيبقى جوايا بجد والله، بسم الله ما شاء الله عليك، يعني كمية المعلومات اللي عندك أنا ما بعرفش أحفظ زيك. هل دي لها علاقة، هل دي لها علاقة بحاجة؟ لا هو التكرار بس، يعني التكرار للمعلومة أكتر من مرة بيثبتها. أنا ساعات بدبسك أقول لك دكتور هاني أنت بكرة طالع معايا قبلها ب 24 ساعة. لا لا، أحيانا بيبقى الموضوع مترابط، فده بيخلي معلومه توصل لمعلومه، فده بيبقى سهل جدا يعني. تمام تمام. وليه علاقه باللي احنا نقوله النهارده ان شاء الله؟ تمام. يعني اخترت النهارده ان احنا نتكلم على الغذاء، لان احنا حطينا ايدينا ان الغذاء هو الاساس. تمام. حتى مثلث الصحه الغذاء رقم واحد فيه. تمام. عايزين، واحنا كنا بنتكلم في الفقره الاولانيه عن الادمان والحاله النفسيه، عايزين نربط بقى ما بين الفقره الاولانيه والفقره الثانيه، نتكلم على علاقه الغذاء بالحاله النفسيه. طيب لو حبينا نتكلم في الموضوع ده دكتور علاء، لازم نفهم تأثير الغذاء على الحالة النفسية للإنسان. تمام. وإيه هي الحالة النفسية وبتتأثر بإيه؟ في مجموعة هرمونات ربنا سبحانه وتعالى جعلها في جسم الإنسان هي المسؤولة عن التحكم في حالته النفسية، في سعادته، في نشاطه، في اكتئابه، في كسله، كل ما يترتب عليه سلوك نفسي وسلوك اجتماعي مرجعه للهرمونات دي. تمام. هم اربع هرمونات في منتهى الاهميه والشهره يعني. يعني الهرمونات دي هي اللي بتاثر في الحاله النفسيه. بالظبط، بالزياده او بالنقصان ده اللي بياثر على الحاله النفسيه للانسان. هم تحديدا السيروتونين والاندورفين والاوكسيتوسين والدوبامين. تمام. اربع هرمونات في جسم الانسان. بالظبط كده، الاربعه دول بالاضافه لمجموعه من المعادن المهمه زي البوتاسيوم وزي الكالسيوم وزي المغنيسيوم وزي بعض المواد المهمة اللي بيحصل عليها الإنسان من خارج الجسم عن طريق الغذاء زي الكافيين ومادة اسمها اللايكوبين. في مجموعة من المواد الإنسان لما بياخدها بتأثر على حالته النفسية بشكل كبير. دكتور معلش، هو هنا هو السؤال عكسي، يعني هل الحاجات دي أنا هي لما بتنخفض بتأثر على حالة النفسية، ولا أنا المفروض أخد حاجات تعلي الحاجات دي؟ طيب، هي تأثيرها انخفاضا وزياده بيأثر على الحاله النفسيه. تمام. بمعنى ان هي لو زادت عن معدلاتها الطبيعيه ليها تاثير، ولو قلت عن معدلاتها الطبيعيه ليها تاثير عكسي. تمام ماشي. كويس، فاحنا خلينا نتكلم في الاول دكتور علاء، ناخد الموضوع الحاله النفسيه. تمام. في الحاله الاكثر يعني اهميه بالنسبه لنا هي حاله السعاده، يعني كلنا في حياتنا بنسعى للسعاده وان احنا نبقى في عايشين في جو حالة مزاجية كويسة، مود كويس زي ما بيسمى بين الشباب، يعني في وضعية نفسية ملهاش منغصات يعني. تمام. فلك أن تتخيل دكتور علاء أن الأكل اللي احنا بناكله ليه عامل أساسي في الموضوع ده، وقد يغير حالتك من حالة فيها حزن وكآبة إلى حالة سعيدة. يعني ممكن الأكل يأثر في الحالة النفسية بتاعتك. جميل. خلينا نتكلم بقى، ناخد ايه هي المأكولات اللي احنا لو تناولناها هتأثر على الحالة النفسية بتاعتنا بشكل ايجابي يزود السعادة. انا مبسوط قوي. تمام. مبسوط تعرف من ايه؟ طب. من كتر حواراتنا مع بعضينا انا ممكن بعد كده البرنامج ده بقى دوشات اللي تقدمه. تمام. ما هي الحاجات الاكلات اللي بتأثر على السعادة؟ اتفضل 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 اتفضل. فهي الوجبات دي في منتهى الأهمية ان احنا نبقى على دراية بيها يعني. تمام. هتلاقي حضرتك ان في مجموعه من الخضروات ومجموعه من الوجبات اللي احنا بناكلها بتزود السعاده عندنا. زي رقم واحد السبانخ. السبانخ. تمام. رقم، ودي عشان بتحتوي على الحديد وبتحتوي على بعض العناصر القويه اللي بتساعد على رفع السيروتونين في المخ. خساره. كويس. لا واضح انت ما بتاكلهاش يعني. صح. كلها. هنتكلم على الطماطم. الطماطم. الطماطم فيها، او البندوره بلغه يعني اهلنا في الشام، يعني الطماطم هي بتحتوي على ماده اللايكوبين،
ولو اضفت زيت الزيتون للطماطم هيزود من امتصاصها بمعدل كبير جدا. هايل. وماده الليكوبين دي هي انتي اوكسيدنت وبتساعد على زياده ماده السيروتونين في المخ. دكتور بس هو هنا هيتبادر للذهن سؤال، طب ما احنا يا دكتور بناكل الطماطم برضو ساعات بنبقى مش مبسوطين. طيب لا، هي احيانا بتبقى في بعض يعني بعض الحاجات النفسيه القويه جدا خروج الانسان من حاله الحزن وبتبقى صعب جدا. ولكن خلينا نتكلم في العموم، يعني احنا بنتكلم في ان اللي بيكسر من تناول الطماطم غالبا بتساعد على رفع الروح المعنويه عنده. تمام. او ولو هي مضاف عليها زيت زيتون بيزود من امتصاص الليكوبين زي ما قلت لحضرتك وبيساعد على رفع الروح المعنويه. تمام. هنيجي نتكلم على التوم. التوم ده بيسمى بصانع البهجه. صانع البهجه ليه بقى؟ لانه بيحتوي على الكروميوم او الكروم، وماده الكروم في منتهى الاهميه ان هي بتساعد برضو على زياده الهرمونات اللي احنا اتكلمنا فيها، وبالتالي بتؤدي الى نشوه وسعاده عند اللي بيتناولها بغض النظر عن طعمه يعني، ولكن وجوده داخل الاكل بيفيد بشكل كبير جدا. تمام. البنجر الاحمر محتوي على ماده البيتين وبيحتوي على انتي اوكسيدنت ومضادات اكسده، فبترفع برضو من الحاله النفسيه. لو بصينا على الفلفل الاحمر، الفلفل الاحمر من الحاجات اللي بتساعد على رفع الحاله النفسيه بشكل كبير. انت بتقول اكلات انت مجرد ما تشوفها ممكن تتبسط قبل ما تاكلها على فكره. لونها كمان. لونها بالظبط كده. فدي دكتور بس هو في سؤال، اللانكوبين او كل الحاجات دي مواد كيميائيه صح؟ طبيعيه. هي مواد كيميائيه طبيعيه. هي ماده موجوده داخل النباتات ولكن هي ماده طبيعيه. اصل ده خلي بالك يحطني في حته تاني على فكره، ان اذا كل الاكل اللي احنا بناكله ده الطبيعي ده هو عباره عن مواد كيميائيه. بالظبط. طيب يبقى عشان كده لو تفتكر اساتذه التغذيه بيقولوا لك ايه، العلاج قبل الغذاء قبل العلاج. بالظبط. لان انت واخد حاجات كيميائيه. بالظبط بالظبط. هي دي مجموعه من الخضروات. هننتقل لحاجه ثانيه للفاكهه. احنا كده خلصنا الخضروات الرئيسيه اللي بتسبب السعاده يعني. تمام. هننتقل للفاكهه، هتلاقي عندك الموز من الحاجات المهمه جدا. الموز بيحتوي على بوتاسيوم بكميات كبيره. تمام. هنلاقي جوز الهند من الحاجات القويه جدا في رفع الحاله النفسيه والحاله المعنويه. معلش انا لساني بيكون ممكن. هو انا مبسوط في حاجه كمان، حاجه اللي بتقولها الحاجات اللي بتقولها دي بتساعد في السعاده وبتساعد في حاجات تاني. يعني حضرتك قلت الموز بيزود السعاده. طبعا. ولكن هو خلي بالك كمان مهدئ، بيدخلك في الديب سليب، بيدخلك في النوم. حضرتك قلت جوز الهند بيساعد في السعاده وكمان بيعمل حاجه تاني، ان هو بينشط الذاكره بتاعتك، عشان كده من واضح انك بتاكل جوز الهند كتير. تمام. ولو اتكلمنا برضو على البوتاسيوم ودوره في الدوره الدمويه ودوره في منع الجلطات، وهو من الحاجات المهمه جدا لمرضى القلب يعني، ومنع التشنجات يعني من الحاجات المهمه جدا ده البوتاسيوم يعني. هنيجي ننتقل بقى لحاجه مهمه جدا ودي شائعه وناس كتير جدا عارفاها، اللي هي الشوكولاته. 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 تمام. اللي هي الداكنه. الشوكولاته الداكنه. دي بتساعد على زياده السعاده ورفع الحاله المزاجيه بشكل كبير جدا. الشوكولاته الداكنه اللي هي ممكن تبقى الشوكولاته الخام يعني، بس خلي بالك. لا بص حضرتك، احنا عندنا في نوعين من الشوكولاته. الشوكولاته اللي هي لونها داكن. ايوه. والشوكولاته البيضاء. ايوه. كويس. الشوكولاته البيضاء بتحتوي على زبده كاكاو بمعدلات كبيره. تمام. الشوكولاته الداكنه بتحتوي على الكاكاو بكميات كبيره. ده بيحسن الحاله المزاجيه. فلو بصينا على الاثنين هتلاقي حضرتك ان الشوكولاته البيضاء لو خدنا 100 جرام منها فيها 50 سعره حراريه. الشوكولاته الداكنه فيها 54. ما فرقتش كتير في السعرات الحراريه، ولكن نسبه كاكاو بقى. الشوكولاته البيضاء يكاد لا يكون لها تاثير في رفع الحاله المزاجيه او تعديلها. لعدم احتوائها على زبده الكاكاو فقط يعني. تمام. في حين ان الشوكولاته الداكنه هي المسؤوله عن رفع الحاله المزاجيه يعني. دايما الناس بتسال شوكولاته بيضاء ولا شوكولاته الداكنه، لا الداكنه هي اللي بتؤدي للنتائج العاليه. تمام. طيب هنيجي لحاجه ثانيه اللي هي المأكولات البحريه بقى. المأكولات البحريه. الاسماك وكل المحار وكل ما هو مستخرج من البحر يعني. ده بيحتوي على عده عوامل، على راسها الاوميجا 3. اوميجا 3. والايودين، وعلى ووجود فيها برضه بوتاسيوم بكميات عاليه. الاوميجا 3 غنيه بفيتامين دي وبالفيتامين اي. وبالتالي المأكولات البحريه تناولها بكميات كبيره، يعني تناول السمك بكميات كبيره ويؤدي لتحسين الحاله النفسيه. تمام. طيب هنيجي نخش على مجموعه ثانيه من الغذاء اللي هي متوفره في البيت بقى. زي العسل وزي البيض. بتضحك انه نوع العسل، عسل اسود ولا العسل النحل؟ لا عسل النحل، بتكلم عن العسل الابيض اللي هو عسل النحل. تمام. هايل. البيض في منتهى الاهميه. لان ماده الكولين اللي هي داخل البيض من المواد المؤثره في زياده نسبه السيروتونين، وبالتالي بتزود من السعاده. تمام. هايل. المنتجات الالبان وتحديدا اللبنه. اللبنه. اللبنه لانها بتحتوي على كميات كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم بكميات عاليه جدا.
كل ده بيساعد في تحسين الحالة المزاجية. كويس، والحاجات دي كلها متوفرة في البيت بشكل كبير، ومأكولات شائعة مش محتاج ان احنا نشتريها يعني بمبالغ كبيرة، المأكولات العادية، ولكن نركز عليها في الأكلات لأنها تجيب معانا نتائج كويسة جدا. تمام، في طرق لتناول هذه المأكولات حضرتك قلتها؟ هو طبعا يفضل في معظم الحاجات اللي انا قلتها ان هي تتاخد في شكلها الطبيعي. تمام، بعيد يعني في حاجات تتاخد في شكل الطبخ، ولكن في حاجات تفضل ان هي في شكلها الطبيعي بتكون نتائجها اعلى طبعا، وتناولها في يعني في بدايه اليوم بيبقى تاثيرها كويس جدا. حاجه بتقول ان مواعيد تناولها ان انا اخدها في بداية يفضل اليوم. في بدايه اليوم دي هتدي نوع من البهجه والنشاط، واحنا هنيجي لبعض الاغذيه المهمه في موضوع النشاط ده. فبدايه اليوم لو وجبه الفطور وجبه قويه بتحتوي على عناصر غذائيه متعدده زي اللي انا قلتها دي، هتنقل الانسان لمرحله نفسيه مختلفه شويه. إيه؟ الفطور، الافطار. مع الاسف الشديد ما اعرفش موضه دي ولا ايه، ان الفطار اصبح مش وجبه اساسيه في المجتمع المصري، مش عارف ليه، او بيبقى متاخر شويه. ما هو دخل في الغداء، يمكن عشان احنا بننام متاخر او حاجه. يعني زمان على فكره لو ترجع زمان كان من ضمن الطقوس، لا الفطار ده كان وجبه اساسيه، وحتى لو انت رايح المدرسه انت معاك سندوتشاتك وتفطر وتنزل. دلوقتي الفطار اصبح معناه، شوف حاجه بتقول ايه، الفطار يحتوي على عناصر الغذائيه الاساسيه. تمام، فاحنا محتاجين من ضمن الثقافه الغذائيه بتاعتنا ان الفطار اصبح الفطار هو الوجبه الاساسيه. واهميتها يا دكتور علاء مش بس في انها في بدايه اليوم وبتديك طاقه وبتساعدك على ان انت تؤدي عملك، لا، اهميتها في بدايه اليوم ان انت لو اجلت وجبه الافطار شويه للساعه 12 او للساعه 1 الظهر بتبقى استهلكت جزء كبير من الطاقه بتاعتك، ودخلت في مرحله خمول في وسط النهار. طبعا، وبتكمل بكمل عليها بالاكل بقى، مش كده؟ يقول لك افطر فطار الملوك وتغدى مش عارف غدا ايه وعشا الفقراء. بالظبط كده، عشان يعني هو الفطار فطار الملوك. طبعا طبعا طبعا. وخلينا نجمل بقى في النهايه ان كل المنتجات الطبيعيه اللي بتحتوي على الفوليك اسيد، بتحتوي على فيتامين سي، بتحتوي على الفيتامين بي، هي دي اللي احنا محتاجينها لزياده السعاده. تمام. طيب احنا انت قلت كلمه النشاط وانت بتتكلم، طب ما تيجي نتكلم بقى نشوف النشاط، اغذيه النشاط في تاثيرها. طيب خلينا نتكلم ان النشاط مطلوب سواء بالنسبه للاعمار الصغيره او حتى بالنسبه لكبار السن. يعني من ضمن الحاجات الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها المكسرات. المكسرات، المكسرات بكل انواعها، بدايه من السوداني بكل انواعها، الفول السوداني يعني بدايه، اللوز، البندق، كل هذه المكسرات بتعطي نشاط غير عادي. تمام، هنتكلم على البطاطا، وليس البطاطس، البطاطا الحلوه، حلوه الطعم دي بتدي نشاط بشكل غير عادي للانسان، بتدي له طاقه نظرا لاحتوائها على النشويات بشكل كبير، والانسان الطبيعي محتاج الجلوكوز، فبالتالي ده بيؤثر عليه. واعتقد احنا في موسم البطاطا. بالظبط كده، ما هو ده عشان كده انا بخصها يعني. بالاضافه لصفار البيض. صفار البيض. تمام، وذكرنا من شويه السبانخ طبعا بيدخل في موضوع النشاط، بالاضافه لنوع من انواع الاسماك هو السلمون. السلمون، يعني اسماك السلمون تحديدا من الاسماك او المأكولات البحريه اللي بترفع النشاط بشكل واضح وشكل كبير. طيب تمام. طيب احنا خلصنا النشاط، في حاجه مهمه برضو حابب اتكلم عليها اللي هو العيش الغراب او عيش الغراب اللي هو المشروم، يعني ده من الحاجات اللي بتدي نشاط بشكل عادي جدا. تمام، وذكرنا من شويه العسل، فالعسل احد المكونات الغذائيه الاساسيه اللي بتعطي نشاط للانسان بشكل كبير. تمام، طب احنا اتكلمنا على اغذيه النشاط، في اغذيه للكسل؟ تؤدي للكسل. يعني لو بصينا على المعجنات، المخبوزات، المخبوزات، العيش الابيض، العيش الابيض احد اسباب الكسل الرئيسيه. يعني الكربوهيدرات بكميات عاليه بهذا الشكل تؤدي للكسل وقله الحركه وصعوبه التعامل وصعوبه التفكير وبتشجع على النوم بشكل كبير جدا. فلازم ان احنا نبعد شويه عن المستحضرات المخبوزات اللي هي بالشكل ده. نيجي لحاجه ثانيه، حاجه ذكرت في بدايه الحلقه النهارده، الفاست فود، ادويه سوري مأكولات الفاست فود بصفه عامه كلها بتحتوي على كميه كربوهيدرات كبيره جدا، وكميه لحوم مصنعه، وكميه دهون غير مشبعه، فدي بتمثل مشكله كبيره جدا تؤدي للكسل طبعا. يعني بالاضافه انها بتزود الوزن، فطبعا كل انسان وزنه بيزيد كل ما حركته بتقل كل ما الكسل بيزيد طبعا. فاحنا لو بعدنا عن العيش الابيض وبعدنا عن المعجنات وبعدنا عن المقليات بصفه عامه، خاصه المقليات بتاعه الفاست فود، هنلاقي نفسنا ان احنا بدينا نحس بنشاط ويقل موضوع الكسل ده بشكل كبير. تمام، طب الكسل يبقى نتكلم عن اغذيه تساعد على النوم بقى.
يعني نربط ال... يعني ما هي انا مش عايز ابقى كسلان ولكن انا عايز ابقى نايم. بالظبط. الاغذيه الكسل دي لو احنا تناولناها يعني متاخرا بالليل هتساعدك انك تنام. هايل. يعني حضرتك قصدك تقول ان ادويه اللي بتؤدي الكسل تخليها بالليل. الاغذيه. دي لو انا فعلا عندي مشكله ومش قادر انام فبلجا ان انا باكل وجبه فيها معجنات فيها وجبه دسمه يعني وجبه تقيله دي تساعدني على ان انا انام لو انا مش قادر انام وعندي مشكله في النوم. تمام. بس في حاجات طبيعيه بتساعد على النوم بشكل كويس. زي اللبن. اللبن كوبايه لبن مساء ده في منتهى الاهميه. في البابونج اللي هو الشيح البابونجي ده من الحاجات اللي بتساعد على النوم بشكل كبير جدا. ايوه. فلجوءنا للحاجات الطبيعيه النعناع من الحاجات الكويسه جدا يعني بتساعد على النوم. الموز. حاجات بتحتوي على خلال التجربه. بص هو لا هو الموز فيه بوتاسيوم وفيه عناصر. انا باخد الموز على فكره لما عندي ارق باخد صبع موز بتشعل. طب دي بص احنا عندنا حاجه اسمها انديفيدوال فاريشنز. صح وفي صح الكلام. يعني تختلف من شخص ممكن واحد ياخد الموز يعني. بالظبط كده. فهي خلينا نقول احنا بنتكلم في عموم الموضوع يعني ولكن في حاجات فعلا على المستوى الشخصي ممكن يعني بعض الساده المشاهدين يسمعها يقول لك لا انا بيحصل معايا تاثير عكسي. احيانا بيبقى في استثناءات يعني مش انما دي القاعده اللي احنا بنتكلم فيها. مش عارف معلش انا اسف والله عاملين مفاجاه ايه مش فاهم. الو ايه ده؟ طيب هو تهنئه بعيد ميلاد دكتور علاء. كل سنه طيب دكتور علاء. و يا باشا اولا ده عيد ميلاد جديد. اشكركم جدا والله يعني انا اشكر الاستاذ تامر والاستاذ وليد والاستاذ نصر وكل فريق العمل اللي ورا الكاميرا واشعر اصدقائي في برنامج صحتك. اشكركم يا جماعه كل سنه وانتم طيبين والله احرجتوني يعني انا بجد اشكركم. انت عرفت ازاي بس الاول؟ الفيسبوك يعني كده فيسبوك كده كل سنه طيب بجد والله وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله بس عايز افتح انا الحاجات اللي تعمل لي سعاده دي عايز افتح ثلاث علب دول فيهم ايه عشان يعملوا لي سعاده. كل سنه طيبين يا جماعه متشكر جدا والله كل سنه طيبين. كل سنه وحضرتك طيب علاء ومزيد من العطاء ان شاء الله وفي اتم صحه واحسن حال ان شاء الله. تمام. عايز ارجع تاني لحاجه مهمه اغذيه الذكاء. طيب ما فيش دراسه يعني واضحه تقول ان في حاجه معينه لو انا اكلتها او شربتها هبقى ذكي. مش موجوده ولكن بالتجربه وجد ان في بعض المشروبات وبعض الماكولات لما بتناولها بشكل زياده شويه بتنشط الذاكره فتساعد على الذكاء. الجزئيه اللي كنا بنتكلم زي بقى ايه؟ هقول لحضرتك القهوه والشاي. القهوه والشاي بيحتوي على الكافيين فالكافيين الموجود بيزود اضرار الدم للمخ بشكل كبير. ايوه. المكسرات إيه لو بص الحاجات بتحتوي على اوميجا 3 هي بتنشط الذكاء. لكن هنقول ان تخلي انسان يتحول من درجه ذكاء معينه او من اي كيو معينه لحاجه درجه اعلى او خلافه لا ده مش موجود. مفيش دراسات بتقول الكلام. جوز الهند اعتقد كمان طبعا هو بينشط الذكاء يعني بينشط الذكاء من الحاجات المهمه فيه. ولكن لو حبينا نقول في اكل يخلي الانسان ذكي لا مفيش دراسه بتقول الكلام. مفيش دراسه مؤكده يعني ولكن قد تساعده على التذكر قد تساعده على حل بعض المسائل عشان الطلبه في الوقت الحالي والامتحانات. كل كويس اتغذى كويس خد بعض الحاجات الطبيعيه. القهوه والشاي ليها مضار يعني زي ما ليها فوائد ليها مضار يعني الاعتدال في كل حاجه مهم طبعا. يعني الايه القرانيه صريحه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تمام. يعني الاسراف في كل حاجه قد يؤدي لمأساة مش قد يؤدي لمضار لا لمأساة. تمام. فاذا كان هيبقى في القهوه والشاي استخدامها هيبقى في بدايه اليوم وكفايه جدا كوبايه او كوبايتين وانت الموضوع نازل. تمام. حضرتك احنا ابتدينا الحلقه بالعلاقه الغذائيه بالحاله النفسيه. واعتقد ان الكآبه نوع من انواع الحاله النفسيه. هل في بعض الاغذيه بتؤدي للكآبه؟ الكآبه كحاله بتعتبر الانسان بشكل كبير مترتب على ان الهرمونات اللي احنا ذكرناها في اول الحلقه دي بتقل. وتحديدا السيروتونين تحديدا يعني اللي هو هرمون السعاده بيقل. طيب في بعض المأكولات تساعد على بالاضافه الاحداث اللي بتحصل للانسان يعني هنلاقي ان رقم واحد الملح. الملح يعني الحاجات المملحه زياده عن اللزوم ممكن تدخلك في كآبة. كويس. السكر اللي هو اللي مش من مصدر طبيعي زي ماده الاسبرتام دي من الحاجات الخطر جدا واللي قد تدخل في كآبة بشكل كبير. هنلاقي ان المأكولات اللي احنا بنسميها المسبكه او اللي هي بتحتوي على كميه دسمة. زيوت ودي تدخل في كآبة. المقليات كلها بصفه عامه بتخلي الجسم يبتدي يشعر بالخمول ويشعر بالكسل ويبتدي يتحول الموضوع معاه ان هو مش قادر يتحرك مش قادر يؤدي في مجتمعه ومش قادر يتفاعل مع المجتمع اللي حواليه فبالتالي يبتدي يخش في مراحل الاكتئاب. تمام.
فلو بصينا على الاكتئاب بصفة عامة، هو طبعا مرض ليه أسباب متعددة، ولكن طبيعة الغذاء اللي أنا باكله ممكن هو يؤدي بيا للكآبة. يعني على سبيل المثال، أنا لو ما بتناولش يعني في بعض الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي بتنشط، زي الفلفل الأحمر، زي السمانخ، زي المأكولات اللي هي الطبيعية دي، لو ما بتناولهاش بشكل كبير هيحصل معايا العكس، عكس السعادة الكآبة. تمام. فاحنا نبقى حريصين جدا في نوعية الأكل، نبعد تماما عن الملح، نبعد عن السكريات اللي مش من مصادر طبيعية بشكل كبير، نبعد عن المأكولات الدسمة والمأكولات اللي هي المسبكة بشكل كبير. تمام. مش عارف، جالي سؤال على الواتساب، علاقة الأغذية، هل في علاقة بين الأغذية والحالة العصبية وحدة الطباع؟ طيب خلينا نقول إن حدة الطباع يعني لا، كل قلنا الاعتدال مهم، لو كل من الهرمونات اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية دي زاد بشكل كبير هنوصل لموضوع حدة الطباع. يعني التوابل لو موجودة في الأكل بشكل كبير هتلاقي الناس بقت عصبية جدا. التوابل تؤدي لحدة بالظبط كده. أخذ القهوة والشاي متأخرا بالليل يؤدي لمشكلة في توتر وقلة نوم، وبالتالي هينعكس بالنهار على حدة الطباع. تمام. الـ 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 الفلفل الحار جدا في مادة كابسايسين والحاجات المشطشطة زيادة عن اللزوم قد تؤدي دي حدة الطباع. فبالتالي استخدام التوابل واستخدام الحاجات اللي أنا قلتها دي محتاجين إن احنا نرشد منها شوية. تمام. لأن هي في نهاية الأمر بتؤدي لموضوع العصبية والنرفزة وقلة النوم والتوتر، وبالتالي هتنعكس إن أنت هتظهر إن أنت شخص مش شخص هادئ، يعني هتلاقي التوتر ده منعكس على كل تصرفات حياتك يعني. تمام. تحب بقى تنصح السادة المشاهدين إيه في الآخر الفقرة من 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 حتة تخص الثقافة الغذائية؟ يعني إيه اللي صلاة الظهر الثقافة الغذائية. تمام. لو حبينا نتكلم عن النصيحة بقى اللي احنا نقدر نقولها قبل صلاة الظهر، يعني هنتكلم على مقولة ابن سينا، يقول لك الإنسان طبيب نفسه في الطعام. تمام. كويس. فأنت عشان تظبط أكلك وتظبط حياتك لازم تتعامل بمنطق الطبيب، أعرف اللي يفيدني وأعرف اللي يضرني. هاي تمام. دي يعني أقوى حاجة نقدر نوجهها. بالإضافة أن أنا عايز ألفت نظر بس الحاجة مهمة في النهاية، موضوع الأكل بالذات، يعني أن في بعض الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها دي بتؤثر على الحالة النفسية بشكل سلبي بشكل كبير. تمام. يعني حتى المأكولات المحرمة، الميتة والدم ولحم الخنزير وخلافه، كل هذه المأكولات لها مضار بتؤثر على الحالة النفسية بشكل كبير جدا، ودي ممكن نفرد لها حالة، لأن في بعض المأكولات قد تؤثر على سلوكيات الإنسان. تمام. مش بس على حالته النفسية، لا، على سلوكياته وتناول المواضيع دي ممكن نفرد لها حلقة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أنت بسطتني على فكرة من غير ما أكل. تمام. بس بسطتني إن أنت اديتني معلومة أنا لما هطبقها هستفيد بيها إن شاء الله. وعايز أقول لك إحنا من ضمن مميزات البرنامج بتاعنا إن إحنا بنحاول إن إحنا نكون أداة ووسيلة إن إحنا نبسط الناس، وأول ناس بتبسط على فكرة الناس اللي ورا الكاميرا. انا عايز اقول لك بقى كميه الكلام اللي بيجي لي على ايربيس، ايه ده المعلومات دي كويسه، والمعلومات دي احنا الناس كلها هتطلع تاكل فلفل احمر. تمام. خلصت الفقره الاساسيه لبرنامجنا النهارده، وخليني بنام عنكم اشكر دكتور هاني فرج المستشار الطبي الاقتصادي لبرنامج. دكتور هاني اشكرك. عفوا دكتور، شكرا جزيلا. اتمنى النهارده ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم، حلقه فعلا كانت كلها دماغ، واتمنى ان احنا النهارده نحاول نجربه ونشوف لما نجربه ده هيفرق معانا ولا لا. الحاجات بقى اللي بتساعد على السعادة، الحاجات اللي بتساعد على الذكاء، والفقرة الأولانية إن إحنا الرفيق قبل الطريق. خليني أشكركم، وأنا فعلا بجد بستنى من الجمعة للجمعة إن أنا أكون معاكم، وزي كل أسبوع أنا مستنيكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، ولكن قبل ساعة من دلوقتي وأحد حلقات برنامجكم صحتك ثروتك، أشوفكم على خير.